رولانا فيصل على اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده. اليوم رح احكي ملحوظه سريعه للامهات بخصوص اعطاء الادويه لاطفالنا دون العوده للطبيب. بدنا ننتبه لموضوع اختلاف عده شغلات وعده نقاط بهيدي الناحيه. مثلا الام شافت عند طفله اعراض معينه ومرض مرضى معينه، اخذت طفله للطبيب ووقتها الطبيب وصف وصفه طبيه، عطته الادويه وتحسن الطفل عليها. بعدين بعد فتره صار عند طفله نفس الاعراض او اعراض مشابهه، فقالت لحال الام انه خلص ما باخذ طفلي للطبيب، ما في داعي، عنده نفس الاعراض، راح اعطيه نفس الوصفه يلي كتبها الطبيب بالمره السابقه. هل هذا التصرف صح ولا خطأ؟ هلأ بدك تعرف في عدة شغلات. بالبداية ممكن يكون عند طفلك مرض جديد مختلف عن المرض السابق، ولكن ظهرت بالبداية نفس الأعراض بالمرض السابق. هذا الشيء ما رح يحدده غير طبيب طفلك لما يفحصه بالمرة الجديدة، تماما ما رح يعرف حدا هذا الموضوع غير الطبيب. كمان في شغلة تانية واللي هي انه ممكن تكون الفترات متباعدة بين المرة السابقة وهيدي المرة، وبالتالي طفلك كسب وزن، بالتالي صارت حاجته من نفس الدواء زادت، يعني الجرعة الدوائية لازم تزيد بناء على الوزن الجديد لطفلك، خاصة بالأعمار الصغيرة اللي تحت السنة بيكون فيها كسب الوزن سريع. كمان بدنا ننتبه لموضوع الشكل الدوائي اللي وصف فيه الطبيب دواء لطفلك، هل هو قطارة فموية، هل هو نقط فموية، هل هو شراب، هل هو تحاميل، أقراص، كبسولات. ننتبه لهيدا الموضوع لأنه تركيز الدواء بيختلف ما بين شكل دوائي وآخر، وحتى ما بين شركة تجارية وأخرى بيختلف التركيز بالمنتج، فبدك تنتبهي لهيدا القصة. مثلا وصف الطبيب بالمرة الماضية خافض حرارة اللي هو الباراسيتامول، مثلا خلينا نقول التمرة، وصفه بشكل شراب وحدد جرعة 3 ملي من الشراب تعطيها لطفلك كل 6 ساعات. انت بهيدا المرة ما شفتي عندك شراب، شفتي قطارة فموية او جبتي من الصيدلية قطارة فموية من المادة نفسها اللي هي تمرة، واجيتي تعطي طفلك مثل ما كتب الطبيب بالمرة الماضية اللي هي 3 ملي، وعطيتي 3 ملي من القطارة الفموية. انت بهيدا الحالة بتكوني عطيتي طفلك جرعة زائدة، بتكوني عطيتي طفلك ضعف الجرعة واكثر من الشراب. ليه؟ لانه بالشراب غالبا بيكون هو 5 ملي تحتوي على 160 ملي جرام تركيز من الباراسيتامول، بينما القطارة الفموية الواحد ملي منها فقط يحتوي على 100 ملي جرام من الباراسيتامول. فشوفي قديش في فرق. بدك تنتبهي بأي نوع دواء لما بدك تعطي من دون وصفة الطبيب وتعتمدي على وصفة سابقة، تعطي على الأقل نفس الشكل الدوائي، وإذا ما توفر عندك نفس الشكل الدوائي تتصلي بطبيبك تليفون وتسألي عن هيدا الموضوع في حال ما كنتي بدك تروحي لعند طبيبك أو في ظرف يعني بيمنعك تروحي للطبيب. فهي هي أهم النقط اللي لازم ننتبه عليها واللي هي فعلا مهمة بإعطاء الأدوية لأطفالنا. حبيت نبه عنا. شكرا لمتابعتكم.